بعد 3 أيام ها هي فعاليات مهرجان الربيع تختتم بمشاركة جميع طلبة المدارس في مناطق الجفرة إلى جانب عدد من الجمعيات المهتمة بالتراث والطفولة. يصادف هذا الاحتفال 28 فبراير من كل سنة. اعتادت جمعية بيت شرفون بتبني هذه الاحتفالية منذ أكثر من 16 سنة. اليوم كما ترى ما شاء الله يعني أطفال، نساء، كبار، شباب يحتفلوا باستقبال الربيع بأكلات شعبية، بزي تقليدي، ببعض الأغاني ومشاركات ببعض مراكز التدريب. إن شاء الله بإذن الله يعني هيتكرر معنا هذا الشيء عام وسنة طيبين. المهرجان شهد إقامة معرض لرسومات الأطفال ومنحوتاتهم ولوحات تراثية كالرقص والموسيقى الشعبية، كما تضمنت فعاليات المهرجان عروضاً للأزياء التقليدية الخاصة بمنطقة الجفرة. المهرجان أدخل الفرح على نفوس الأطفال بالمنطقة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أثرت تأثيراً سيئاً على مناحي الحياة. Thank you.